قضية هدم بيع اليهود، القضية هي في الاختطاط، أي أن المغيلي كان يرى بأنه توات بلد اختطها المسلمون، ولا يحق لليهود إقامة بيع لهم فيها، بينما كان يرى الشيخ العصنوني بأنه أهل الذمة، اليهود كانوا أهل الذمة، وبالتالي لا بد من المحافظة على بيعهم، لأن المسلمين أعطوهم عهود ومواثيق. إذن هذا هو جوهر الخلاف. جوهر الخلاف هو قضية فقهية محضة، وليست قضية سياسية أو قضية عداء المغيلي لليهود. المغيري رحمه الله كان يعيش في تلمسان، وكان يرى اليهود بنظرة مختلفة مغايرة، لم ربما يستطع أن يستسيغ ما كان اليهود عليه في تمنطيط، وبالتالي فحاول أن يجعل أو أن يخلق ظرف آخر أو أن يبعد اليهود وأن يخرجهم من هذه الأرض، وبالتالي فوقع التشنج ووصلنا إلى ما يسمى بنزيل. الصناعات ويوفر لنا الذهب ويوفر لنا الحداده والصباغه والحياكه والتطريز الى غير ذلك، فهم نفع للبلد للمسلمين، وما دام نفع للمسلمين فليس عليهم جزيه ما دام لا يدخلون في شؤون الدين الاسلامي. الشيخ المغيلي كانت له رؤيه اخرى، ان اليهود اذا كانوا في كنف الدوله الاسلاميه عليهم بدفع الجزيه. قالوا ان الجزيه لمن تدفع؟ تدفع إلى السلطان، إلى الحاكم، ونحن ليس لنا حاكما. قال تدفع لمن هو يتولى أمور المسلمين. فاختلف سيدي عبد الله العصوني، وأنت تعرف الاختلاف هذا بين العلماء موجود من بداية الإسلام إلى يومنا هذا. ولذلك طائفة من ساكنة تمنطيط أيدوا سيدي عبد الله العصوني في رأيه حول اليهود، وهم الذين عاملوا على يعني انهم يحاربون الشيخ المغيلي بعد ان عاد من دوله المغرب. فيما يخص حروب المغيلي مع اليهود، او ما اصطلح على تسميته بحروب المغيلي مع اليهود، من وجهه نظري انها ليست حروب، لانه المغيلي هذا ليس قائد جيش، وانما هو داعيه ومصلح كانت له وجهه نظر في قضيه اليهود فقط، من قضيه البيع وكنائس اليهود.
حاول بعض المؤرخين الذين كتبوا حول تاريخ المغيلي أن يصوروا أن المغيلي جاء بجيش عرمرم ودخل به عنوة تمنطيط وحارب اليهود، وهذا خطأ، وأظن أنه من الخيال غير العلمي الذي حاول، وخاصة أن القضية تثير الاهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين، وهي مادة دسمة.